بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب القلوب وشفيع الذنوب المصطفى المؤيد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، وحياكم الله. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج في رحاب المرجعية، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. في هذا الحلقة من برنامج في رحاب المرجعية سنتحدث عن موضوع مهم. هذا الموضوع له أهمية خاصة لأنه يرتبط بالمنبر الحسيني. لا بأس أن تكون هنالك مراجعات في كل فترة وفي كل مناسبة لوصايا المتخصصين في كل مجال، وعندما نتحدث عن المنبر الحسيني وشعار الحسينية وعن مصائب أهل البيت عليهم السلام في محرم وصفر، لابد من العودة إلى وصايا المرجعية الدينية العليا. طبعا من الجيد جدا أن نعود دائما لاستذكار وصايا المرجعية ووصايا المتخصصين في كل مناسبة. يعني لما يأتينا شهر رمضان من الجيد أن نعود لقراءة أدعية الأئمة ووصاياهم حول شهر رمضان، لنستطيع أن نستفيد استفادة قصوى من هذا الشهر المبارك. وعندما تأتي مناسبة سعيدة أو حزينة فلا بأس أن نعود ونستمع ماذا يقول كبار القوم عن هذه المناسبة. المرجعية الدينية العليا لها ثلاث مواسم وثلاث توصيات في مواسم الحزن والعزاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام. اليوم سنتحدث عن وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين بمناسبة قرب حلول شهر محرم الحرام عام 1441، بمعنى قبل 4 سنوات. نحن اليوم في عام 1445، قبل 4 سنوات السيد المرجع أطلق هذه الوصايا، لكن كم منا استطاعوا أن يقرأوها المرة الأولى أو يقرأوها في كل عام؟ لذلك نحن اليوم مدعوون إلى العودة إلى هذه الوصايا لمعرفة ما مزاج المرجعية الدينية العليا، كيف يفكر السيد المرجع وكيف يصف لنا أجواء هذه المناسبة. في هذه الوصايا المنشورة على الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني أدام الله ظله تحت عنوان وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين بمناسبة قرب حلول شهر محرم الحرام عام 1441، يبتدئ البيان أو الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيضا ينتقل ويقول السلام على بقية المصطفين من خلقه وخليفته على عباده إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه إشارة مهمة أن السيد المرجع لا ينسى في كل مناسبة. أيضا يقول السلام على الحسين بن علي عليه السلام سيد الشهداء هذه الأمة والمثل الأعلى في التضحية والفداء والنبل والبسالة والعزة وجميع المعاني السامية الإلهية والإنسانية، وعلى أولاده وأصحابه وأهل بيته أجمعين. وبعد، فإنه يقبل علينا عن قرب شهر المحرم الحرام ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام والصفوة من أهل بيته وأصحابه الكرام، وهي ذكرى لأعظم حدث يمثل مظلومية أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الأمة، وذلك بالرغم من كونهم العترة المصطفاة وعدل القرآن الكريم ووصية النبي، فقد أزيحوا عن مواقعهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها وحيل بينهم وبين
ريادة الأمة وقيادتها، بل تم اضطهادهم وقتلهم جراء عدم خضوعهم للظلم والباطل والمنكر، ودعوتهم إلى الحق، إلى العدل والحق والمعروف. يسترسل السيد المرجع في حديثه عن وصف أجواء المحرم وما جرى فيه، ويقول: وتمثل هذه الذكرى مبلغ تضحية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته وتحكيم مبادئ الرشد والحكمة والعدل والمعروف، وهو غاية إرسال الأنبياء عليهم السلام. وقد أوصى أئمة الهدى بإحياء هذه الذكرى، أئمتنا بعد الإمام الحسين عليه السلام، كما يخبرنا السيد المرجع بأنهم أوصوا بإحياء هذه الذكرى من خلال أولاً إقامة مجالس العزاء فيها، ثانياً استذكار ما جرى عليهم من المصائب والمآسي. ليش؟ يقول السيد المرجع: ليكون عبرة وعبرة للمؤمنين. فكان حقا على المؤمنين كافة الاهتمام بإقامة هذه المجالس والحضور فيها والحزن معهم في أيام حزنهم، امتثالا لوصيتهم وعملا بما أمروا به من مودتهم ومواساة معهم. ولينزل كل واحد منهم ما وقع على أهل البيت عليه السلام منزلة ما لو وقع شيء من ذلك عليه وعلى أعزته وأسرته رحمة ومحبة وحزنا وخشوعا. يعني الإنسان يحاول أن يستشعر أنه عندما يذبح الرضيع يستشعر أنه ابن اللي مات، لما يستشهد علي الأكبر يتخيل ابن اللي مات، وخليه يشوف مشاعره شلون راح تصير، كيف وإن الله سبحانه وتعالى ورسوله هم أحب إلى المؤمنين من أبنائنا ومن أنفسنا. فبالتالي يحاول الإنسان أن يستشعر هذا الحزن، أن يستشعر هذه المصيبة، أن يستشعر مدى ما جرى من وحشية على أهل البيت عليهم السلام. يستمر السيد المرجع ويقول: فإن الله تعالى ورسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم أعز على المؤمن من نفسه وأهله. كما ينبغي للمبلغين الاهتمام بذكر هذه المصائب، ولا سيما في أيام شهر المحرم، لتكون شعار تلك المجالس ووجهها، فإن أساسها ومنطلقها وبها تخشع قلوب المؤمنين وتستنزل بركات الله سبحانه وتعالى على أهلها بتقوية إيمانهم وترسيخ عقيدتهم وحثهم على أعمال البر والخير. وأي بر أكثر من أن يجند الإنسان نفسه وأهله وأمواله لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. نحن نشاهد في زيارة الأربعين كل الناس يتسابقون لخدمة الآخرين. هذه الأجواء الروحانية التي لا نجدها في خارج أيام الحزن على الإمام الحسين عليه السلام، تجد أن كل إنسان ينسلخ عن هويته، عن قوميته، عن مكانته الاجتماعية، وعن رتبته في المجتمع، أستاذ جامعي، شيخ عشيرة، ضابط، عالم، مفكر، الكل يتحولون إلى فئة واحدة وهم يحملون شعار واحد وهو خدمة الإمام الحسين عليه السلام. وأي شرف أكبر من هذا الشرف؟ يستمر السيد المرجع ويقول: وقد أصبحت ذكرى فاجعة الطف منارا لذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أوليائه، وسببا موجبا لحياة الدين وحفظ تعاليمه وقيمه في نفوس أتباع أهل البيت عليهم السلام وسائر المسلمين. فكان ذلك فرصة لأهل العلم وفقهم الله سبحانه لأداء وظيفتهم في التبليغ والدعوة إلى الله تعالى والتذكير بمحلهم عليهم السلام في الدين وفي الأسوة والقدوة. وتلك سنة حسنة يجب الحفاظ عليها وصيانتها وتحري الحكمة في شأنها وحسن الانتفاع بها في أداء مقاصد الدين وبيان مكانة أهل البيت
عليهم السلام. هذا الحديث كله في مقدمة عن واقعة كربلاء قبل أن ننتقل إلى الأمر الرئيسي الذي يتضمن وصايا سيد المرجع إلى المبلغين. لذلك يقول: ومن الحكم الراشدة التي ينبغي رعايتها لأهل العلم المبلغين وسائر العاملين في هذا الشأن كالشعراء والرواديد في مقام أداء هذه الوظيفة الشريفة ما يلي. نجي للسيد المرجع ونسأل: يا سيدنا، يا مرجعنا، ما هي الوصايا التي تقدمها لخطباء المنبر وللرواديد والشعراء وفقهم الله؟ هنالك مجموعة من الحكم وردت في هذه التوصيات التي أطلقها سيد المرجع. أولاها تقول: الحكمة الأولى، أولاً الاهتمام بالقرآن الكريم في الخطاب اهتماماً أكيداً، فإنه رسالة الله سبحانه إلى الخلق كافة وميزان الحق والباطل، وقد أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونورا وبصائر للناس، وهو ذكر مبارك وحكيم. وإنما كانت سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتضحياتهم تطبيقا لتعاليمه للقرآن وامتثالا لها، فينبغي أن يكون هو واجهة الخطاب. القرآن الكريم ينبغي أن يكون واجهة الخطاب ووجهه، ويكون ذكر ما سواه في ظله وتحت لوائه. يعني السيد المرجع يضع قانون، وهذا القانون أن القرآن الكريم يجب أن ينطلق من المنبر الحسيني. احنا نذكر كلنا الشيخ الوائلي رحمة الله عليه كان يبدأ دائما بآية قرآنية ويختم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام، لأنه الله سبحانه وتعالى أمرنا الثقلان، ثقلان كتاب الله والعترة. ويقول الحديث: ما إن تمسكتم بهما، يعني لا يكفي أنني أتمسك بالقرآن الكريم وأهجر أهل البيت عليهم السلام، أو أتمسك بأهل البيت وأهجر القرآن الكريم. لذلك السيد المرجع في الحكمة الأولى يحدد، يقول: فينبغي أن يكون القرآن واجهة الخطاب ووجهه، ويكون ذكر ما سواه في ظله وتحت لوائه. الحكمة الثانية التي وردت في توصيات السيد المرجع يقول: تضمين الخطاب ما يثبت أصول العقيدة الحقة ودلائلها المحكمة من أدلة قوية ووجدانية بأساليب ميسرة وقريبة من الفهم العام. وهذه قريبة من الفهم العام ممكن نحط جواها خطين أو أربعة. ليش؟ لأنه الغاية الأساس من الخطاب. إحنا أساساً ليش قايمين مجلس حسين؟ إحنا ليش مسوين محاضرة؟ إحنا ليش ده نشرح قضية الإمام الحسين حتى نوصل الفكرة إلى الناس؟ فإذا كانوا قاعدين كلهم شباب، فبالتالي لابد أنه أنا أوصل الفكرة لأذهان الشباب. إذا كانوا اللي قاعدين أطفال، كون أنا أمثلتي توجهاتي كلها تصير قريبة من أفهامهم. إذا كان المجلس في منطقة ريفية، أو إذا كان في منطقة مدنية، أو في منطقة قبلية، أو منطقة كذائية، فبالتالي على الخطيب أن يرى ما هو مستوى الفهم للجالسين، وبالتالي يكون كلامه على مستوى أفهامه. ورد بالحديث: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نحدث الناس أو نكلم الناس على قدر عقولهم، فبالتالي شنو الغاية إذا أنا أتحدث بحديث وما يفهمه؟ فالغاية، لأنه أساس المجلس، غاية المجلس ما صارت. فسيد المرجع ينتبه إلى هذه القضية ويقول: بأساليب ميسرة وقريبة من الفهم العام. يعني أكيد أكو تباين، أكو أطفال وأكو كبار، أكو ناس خريجين وأكو ناس ما دارسين، فبالتالي أنا أشوف المجموع العام، المجموع العام يصب في اتجاه من أتحدث بهذا الحديث، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار العترة الطاهرة، وذلك لمزيد ترسيخها في نفوس الناس
ودفع الشك والشبهة عنها بما يزيح تلك الشبهة عنها ويزيل وهن التقليد والتلقين فيها. طبعا واضح جدا أنه في عقيدتنا التقليد في العقائد غير جائز. التقليد يكون في فروع الدين، كيف أصلي، كيف أتوضأ، كيف أحج، لما أروح للحج شنو المناسك شلون أديها، هذه أسأل بها. بس لا يجوز أن نقلد في عقائدنا. العقائد في أصول الدين، أصول الدين ما يصير أنا أقلد. جيت شفت أمي وأبويا يعبدون الله سبحانه وتعالى وخلص أنا وراهم. الله سبحانه وتعالى يريد من عندنا هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يريدنا في أصول الدين أن نكون متثبتين. نحن أنا اللي أختار، أنا اللي أفكر، ما أقلد الآخرين بي. بالتالي بعد ما أقتنع بأصول الدين أنتقل إلى مرحلة فروع الدين، وفي فروع الدين ممكن أن يكون التقليد. وهذا التقليد طبعا أمر عقلائي منطقي جدا. اليوم إحنا نقلد المتخصصين في كل مجال، كل واحد بينا عنده طبيب للأطفال مثلا يعتقد هو هذا المتخصص فيروح يسأله، أو عنده مهندس بناء هذا مهندس البناء يستشيره وبدون أن يناقش، يا أنا عندي هاي البناء أريد أبنيها، إيش قد أخلي دينك؟ المهندس قال لي يصير، قال لي ما يصير، أنا بعد ما ناقش. ليش؟ لأنه مهندس هو مختص. بالتالي الطبيب من يقول لي هاي الأكلة لا تأكلها، ليش؟ لأن هاي الأكلة سبب لك تحسس، سبب لك مضاعفات. خلاص أنا ما ناقش الطبيب ولا هو يسمح لي أنا ناقشه. هو الطبيب كل ما هنالك ينطيني النصيحة، يقول لي أنت هذه الأكلة لا تأكلها. أنا لما أروح أتشاطر على الطبيب وأروح وأكل هذه الأكلة، شو راح ينظر الطبيب؟ وش ما ينظر؟ أنا اللي راح أنظر، أنا اللي راح أتعدم، أنا اللي راح صحتي تدهور لما أنا ما أسمع كلام المهندس وأبني بناية بدون دنك كافية، ورا فترة راح تنهار. المهندس شنو الضرر؟ ما ضرر. هل واجبه أنه هو يجي يمنعني بالقوة أنه لا تبني؟ لا مو واجبه، هو قدم لي النصيحة وخلص. فالعقل يوجهنا لتقليد المختصين في كل المجالات. أنا لما أروح لمصلح سيارات، مصلح السيارات من يقول لي لا تخلي هذه النوعية من المادة سيارتك، خليها النوعية، إذا أنا أثق به خلاص هاي أجي أستخدم هذه. ليش أقلده وأقول أنا هم عندي عقل وما أقلد؟ لا أقلد طبيب ولا أقلد مهندس ولا أقلد ميكانيكي ولا أقلد أي إنسان. وما هو بالإمكان أنه الإنسان في حياته القصيرة هاي يتعلم كل العلوم. فبالتالي تقليد المتخصصين أمر عقلاني. لذلك التقليد يكون في فروع الدين وليس في الأصول كما يشير السيد المرجع في هذه النقطة. وذلك كأن يذكر المبلغ ضمنا دلائل وجود الله سبحانه وتعالى من روائع الكون وعجائب خلقه مما يشهده الإنسان بوجدانه أو يطلع عليه من خلال الأدوات والحقائق العلمية ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وآله وحقانية هذه الرسالة مما جاء في القرآن الكريم وتضمنته شواهد التاريخ وثوابته الواضحة. هذا جاء في الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة، في الحكمة الثالثة يقول السيد المرجع الاهتمام ببيان التعاليم والقيم الفطرية السامية الإلهية والإنسانية المتمثلة في دعوة النبي وعترته صلوات الله عليهم وفي ممارساتهم وحياتهم، توضيح محلهم في الأسوة والاقتداء. فإن النبي والمصطفين من عترته هم أعلام الهدى والمثل الأعلى لهذه الأمة في تجسيد تعاليم القرآن الكريم وقيمه الفطرية من حيث التعلق بالله سبحانه وعبادته. بمعنى أنا انطيت النظرية من خلال القرآن الكريم، انطيت النظرية وانطيت التطبيق مثال حي ملموس اللي هم أهل البيت عليهم السلام الذين يطبقون هذه النظرية. فبالتالي الخطيب لما يعرض النظرية ويعرض التطبيق العملي لها من خلال أهل البيت عليهم السلام، نجد أن الفكرة تصل أسرع
إلى الأمة. لذلك في الحكمة الثالثة يؤكد السيد المرجع ويقول: فإن النبي والمصطفين من عترتي هم أعلام الهدى والمثل الأعلى لهذه الأمة في تجسيد تعاليم القرآن الكريم وقيمه الفطرية من حيث التعلق بالله سبحانه وتعالى وعبادته. طبعا التعلم بالقدوة واحدة من أهم نظريات التربية. اليوم احنا في مجتمعنا بحاجة إلى قدوات. الأمم حديثة النشوء التي ليس لديها تاريخ ضارب في القدم يبتدعون ويخترعون قدوات، سوبرمان، سبايدرمان، رجل أعلى مثال لكل جيل أن يقتدي به. طلعون فد رمز وخلون الجيل كله يربوه على القيم اللي يحملها هذه القدوة. فبالتالي إحنا هذه القدوات موجودة عندنا، أهل البيت سلام الله عليهم هم القدوات. لذلك السيد المرجع يقول: والمثل الأعلى لهذه الأمة في شنو؟ في تجسيد تعاليم القرآن الكريم وقيمه الفطرية من حيث التعلق بالله سبحانه وعبادته وكمال التعقل والرجد وإيتاء الحكمة والتحلي بالقيم الأخلاقية كالعدل والصدق والإحسان والوفاء بالعهد والإنابة والعفاف وحسن الخلق. الحكمة الثالثة تستمر، لكن نحن ننتقل إلى الحكمة الرابعة، حيث يقول في الحكمة الرابعة السيد المرجع يقول: بيان وصاياهم صلوات الله عليهم، وذلك أن لأئمة أهل البيت عليهم السلام مضافا إلى بياناتهم للأحكام وتوصياتهم العامة للمسلمين وتأكيدهم على أهمية الاهتداء إلى محال أهل البيت عليهم السلام في هذه الأمة واصطفائهم منها وصايا خاصة، هذه الوصايا الخاصة لمحبيهم وأتباعهم، فينبغي الاهتمام بإيصالها إلى الناس عبر الرواديد والخطباء والشعراء. ليش؟ حتى يتأدبوا بآدابهم وتكون أعرافا راسخة في أوساطهم، وتؤكد تلك الوصايا على الالتزام العملي بتعاليم دينهم والتواد بينهم والسعي إلى التحلي بخصالهم صلوات الله عليهم ومكارم أخلاقهم حتى مع المختلفين في الدين والمذهب فضلا عن المشتركين فيها، كقول الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى الخير بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. وفي الحديث عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال، وهذا الحديث يعني خاص جدا، كل إنسان بحاجة إلى أن يتفكر في هذا الحديث الرائع، لأنه هذا الحديث أنا أعتبره هو ميزان بأعمالنا أن نعرف أين نضع أقدامنا. يقول: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يعني أنا حتى أصير شيعي بس أقول كلمة واحدة أنا أحب أهل البيت، هاي صرت أنا شيعي؟ أشوف الإمام شو يقول. الإمام أبي جعفر عليه السلام يقول: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون من هم الشيعة، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء في عشائرهم في الأشياء. هذه صفات الشيعة. أما أنا أجي أقول خلص أنا شيعي بس أدعي، أو أقول أنا أحب البيت صرت شيعي، لا، ذن يكون كلهن بحسب الإمام، ذن كلهن أنا أطبقهن. وقال عليه السلام: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا
فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه منه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والحديث لي ولكم، والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. أكو ورع وأكو عمل وأكو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خلص ترى حصل من شيعة أهل البيت. أما بدون هذا ما يكفي أنه أنا ألبس أسود أو أدعي أو أنشر لي قصيدة. جيد، لبس السواد جيد، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، أنشر لي قصيدة هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن بذل النية أكتفي بهم؟ جواب لا. الإمام هنا دا يجاوبنا، الإمام دا يجاوبنا ويقول والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، نطيع رب العالمين. وما معنى براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. يعني للأسف شوف بعض الشباب توصلهم فكرة أنه خلاص أنا بما أنه لبست أسود خلاص أنا صرت بالجنة. لا، جواب مو هيك. بس أقول آمنا، بس أقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام، خلاص أنا صرت بالجنة؟ جواب لا. القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام يقولون غير ذلك، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. ما مطيع لله أصلا مو ولي لأهل البيت. وفي الحديث عن معاوية بن وهب قال قلت له عليه السلام كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ سؤال مهم. اليوم كثير من الجهود الإعلامية والاجتماعية تدعو إلى التناحر، إلى التباغض، إلى مو بس في الطوائف والأديان المختلفة، لا، داخل الدين الواحد، داخل الطائفة الواحدة، داخل البيت الواحد. أكو جهود تريد من عندنا أن لا يبقى إنسان مع إنسان. شلون نتصرف؟ خلنا نسمع الإمام شو يقول. كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ قال شو نسوي؟ هذا القياس ترجع له في كل شيء مو بس بهذه. يقول قال تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. فوالله، هذا الإمام يقسم، واللي يروينا هذه الأحاديث هو سيد المرجع سيد علي السيستاني أدام الله ظله، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم المخالفين، لأما يعودون مرضى المخالفين، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. أهل البيت يتصرفون مع المخالفين، احنا شبينا ويا أخوتنا داخل البيت الواحد، داخل المذهب الواحد، داخل الدين الواحد، داخل الوطن الواحد، داخل الأمة الواحدة، داخل الإنسانية الواحدة. شبينا؟ ليش كل إنسان ما عنده قدرة أن يشوف إنسان آخر؟ ليش هذا التدافع في كل شيء؟ ليش ما عندي قدرة أن أشوف الإنسان الآخر؟ ليش التسقيط الآخر؟ طبعا الوصايا كبيرة وكثيرة، وهي دعوة إلى كل المؤمنين المسلمين الإعلاميين المؤسسات الإعلامية، لكل مؤمن يريد أن ينجو، إنسان يريد ينجو بنفسه،
الإنسان بالبداية هم الأول والأخير كيف لا أدخل النار؟ أنا تكليفي الشخصي اليوم كيف لا أدخل النار؟ كذلك جنابك. وكل إنسان شلون ينقل نفسه من محل غضب الله إلى محل رضا الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا أدخل النار؟ كيف أدخل الجنة؟ من خلال هذه الوصايا التي ترد عن مرجعياتنا المباركة وعن أئمتنا سلام الله عليهم وعن النبي الأكرم وعن القرآن الكريم. لحد الآن احنا نتحدث في الوصية الرابعة فقط، ولي الوصايا تكملة أخرى انتظروها في الحلقة المقبلة. في أمان الله.